أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. اليوم راح نطرح قضية خطيرة، هي قضية التعليم. يا ليت المخرج يعطيني أرقام التلفونات اللي يحب يتواصل، أخذوا بعض الاتصالات ويا ليت خلال دقيقة في صلب الموضوع حتى الإخوان وضيوفنا يجاوبون على استفساراتكم حول قضية التعليم. رحبوا معي بضيوفي الكرام. على اليمين السيد طلق الهيم، مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمي الأسبق. مرحبا بك سيد. يا مرحبا، هلا والله، تشرف بتواجدك ويانا اليوم. واحنا سعداء. ايضا الاستاذ منى اللغاني الوكيل مساعد للتعليم العام السابق. مرحبا استاذ منى. هلا فيك، تشرف وجودك معنا اليوم. يطول بعمرك، الله يحفظك. التعليم بالكويت، يعني بهالمكان 6 سنين وانا اتكلم عن التعليم واهميه التعليم والاهتمام بتا... خلينا نكون في صلب الموضوع، وين الخط بخبرتك؟ ليش تعليمنا يتدنى على الرغم ان الدوله تدفع فلوس توفر احسن المدارس، إلا أن إحنا ما وصلنا إلى المرحلة والرقي اللي إحنا نتمناه؟ نعم، وين الخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي محمد، أنا سعيد حقيقة، تشرف طبعا أن يكون معك وخصوصا مع أخت عزيزة طول بعمرك علي محمد. لو تسأل هذا السؤال بشكل عام، الجواب راح ممكن يعني للأسف أن يقولون كل العالم صار فيها التعليم هابط، وكل العالم، وأنا أعتقد أن هذه المقولة مو صحيحة. مو صحيحة، لا، 100% مو صحيحة. التعليم، إذا صح التعليم وأصبح يعني فعلا سمة من يعني سمات هذا البلد، تأكد أن كل شيء ينطوي على التعليم. راح تشوف عيالنا في بالبلدية ممتازين، راح تشوفهم بالتجارة ممتازين، بالكهرباء، بالنفط، بكل مكان. متى ما هبط التعليم وسلمنا للأسف إنه والله يعني التعليم هابط والتعليم كذا، هذا مو صحيح صراحة. يعني هذه مقولة مو صحيحة، لكن المشكلة بالناس نفسهم، يعني في الناس 100% ما فيها روح تعالي. نتكلم على الطلبة يعني. نعم، أكو شيء يعني للأسف يعني أنا من واقع تجربتنا، يعني وزارة يعني التربية، يعني أنا أشوف المسؤولين والله بدون مبالغة، سوى السابقين، أنا طبعا أتكلم عن السابقين، والحاليين أكيد ما راح يكونون أنقص، والله العظيم يبذلوا الجهد يعني مضاعف، لكن كنا نتساءل وين الخلل. أمانة ما ندري وين الخلل. جهد قاعد يبذل، الدولة مو مقصرة، قاعدة تخل كل شيء. لا، أنا عندي قناعة بشيء واحد، إنه ما في خطة حقيقة نمشي عليها. خطة وزارة التربية يعني ما في خطة. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن وزير ينسف نظام التعليم ككل، ينسفه، وصارت وزير يحط، ممكن وزير ثاني يرد نفس التعليم، نفس النظام، وصارت. فبالتالي يعني وأيضا أنا ما أشكك بالوزارة، لأن كل وزير يبي يبصم وله بصمة في وزارة التربية، ومو كل مجهد مصيب يعني. فبالتالي يجب أن يكون هناك يعني شيء ما حد يتجاوزه، يعني يعني خطة استراتيجية لمثلا وزارة التربية، بحيث أن هذه الخطة بوجود الوزير الفلاني أو غير الفلاني، هذه الخطة يجب أن تعتمد مثلا من قبل يعني جهة يعني عليا، مجلس وزراء، المركز الوطني للتعليم، هذا اللي كان يعني تأسيسه على هالأساس هذا. لكن للأسف اللي قاعد يصير، يعني وزير يلغي يعني شغلة والوزير الثاني يردها، وكل يعني واحد تشير إلى أن كل وزير يلغي رؤية واضحة. نعم، استراتيجية للتعليم بناها أحد الوزراء. نعم، 100%. تأيدين هذا الكلام سادة؟ والله أنا أيده يعني جزء كبير. بالنسبة أنا لي وجهة نظري أن التعليم هو سياسة دولة وليست سياسة وزارة. صح. فالدولة لازم السياسة التعليمية توضع من خلال الجهات العليا، القيادة العليا. ليش؟ لأن أنت كدولة عندك احتياجات متنوعة في كل مجالات الدولة، فأنت منو اللي راح يوفر لك هذه الاحتياجات؟ التعليم. أنت قاعد تشوف الكويت الحين في تكدس، أعداد كبيرة من الشباب، وفي ناس تنتظر وظائف. ليش؟ لأنهم مو قاعدين ياخذون الاختصاصات أو التخصصات اللي تسد الحاجة الدولة. طبعاً هني أنت إذا كانت أنت، إحنا دائماً أشبه التعليم هو بالدولة مثل الشجرة اللي متشابكة أغصانها.
فلما أتي تقول أنا كدولة التعليم أساس الدولة، تخرج لك الأطباء، تخرج لك مهندسين، تخرج لك محاسبين، تخرج لك التاجر، تخرج لك العامل، تخرج لك كل اختصاصات الدولة قائمة على التعليم. فلما أتي الدولة مثلا، لما من فترة سمعنا أن مجلس الوزراء طلب من كل وزارة أن تعطي احتياجاته من سوق العمل، مو أنت الحين أنت تطلب من الوزارات أوكي احتياجاتها في سوق العمل، لكن من اللي بيوفر لك هذه الاحتياجات؟ التعليم، انظر إلى التعليم، هل هو يوفر احتياجات سوق العمل؟ أنا ما أعتقد يوفر. فأنت كدولة لابد أن ترسم وتبنى السياسة التعليمية من قبل القيادة العليا في وزارة في الدولة، وأن تكون مو بس يعني أن تكون هذه السياسة مبرمجة على عدد من السنوات، وتكون لها خطة، وتكون لها متابعة، وتكون لها تقييم وتنفيذ، وأن تكون موضوعة مثل الحين لما نضرب المثال في ماليزيا، وحضرتك ضربت في اليابان وفي سنغافورة، دول نهضت بسبب التعليم، درست حاجتها للسوق. نعم، درست احتياجات السوق. فبدل ما أخرج شباب وشابات قاعدين بدون وظائف، أدرس احتياجات السوق، أدرس احتياجات الدولة من القوى العاملة. بس أخذ مقاطع أستاذ منى، يعني اليوم في هذا المكان أسبوع اللي طاف مهندسين بترول، نعم، صارهم سنتين بلا وظائف، لأن تلقى يمكن عندك أنت الحين الكويت فيها تمركز للهندسة، للمحامين، يعني في أشياء، لكن أنت لما توظف وتعيد هيكلة الوظائف مرة ثانية راح تلقى لهم مكان. ليش الرفض مهندسين البترول؟ هل هم ما عندهم احتياج؟ ما أعتقد، الدولة هي دولة نفطية ومحتاجة إلى مهندسين بترول، لكن ممكن تكون الوظائف اللي موجودة هناك محصورة. لابد أن تعاد هيكلة. من كذي نقول دور القطاع الخاص، نفتح، نتوسع، نساعد الشركات تأخذ الشباب الكويتي. نعم. يعني اليوم أي تعليم، يعني أستاذ مطلق، يعني لما أفهم التعليم ندرس طلبة من الروضة إلى الثانوية ويدشون تخصصات الجامعة وفق المعطيات مخرجات الشاب السوق، يعني طبعا اليوم نتكلم عن البطالة، كثير من شبابنا قاعد يدرس الحين وإحنا ما أدري يلقون وظائف ولا ما يلقون وظائف. التنوع التعليم المهني أو نحول تعليمنا إلى نوع مبدع، يعني شلون نوصل له؟ والله نعتقد قبل يعني ننوع التعليم، مخرجات التعليم منو اللي يطلبها مثلا؟ منو الجهة المسؤولة عن عدد الوظائف الفنية وعدد الوظائف الهندسية وعدد الوظائف كذا؟ يعني يفترض أن هذه الجهة يفترض هي اللي، يعني احنا مثلا كان في يوم من الأيام كلية التربية وجامعة الكويت تخرج رياض أطفال، والوزارة عندها كم فائض من 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 معلمات رياض الأطفال. طيب هذه المخرجات لما تطلع يعني وصلت إلى درجة إنه يعني مثلا خريج كلية التربية الأساسية أو خريج جامعة الكويت كلية التربية لما يطلع دايركت إنه يتعين بالوزارة، لكن إذا مضى على 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 شهادته سنة مو ملزومة في الوزارة إلا عن طريق مقابلة وكذا. تخيل يدش المقابلة ويسقط، طيب وين اروح؟ ما له مكان، ما وين يروح؟ فبالتالي معناته اكو خلل. حتى خريجين كليه التربيه اللي 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 يفترض هذيلا يعني خرجوهم على اساس انهم معلمين، يروحون حق وزاره التربيه اذا مضى عليهم سنه، يروحون حق وزاره التربيه بيتعينون، يسوي لهم مقابله ويسقطون. طيب الخلل وين فيه؟ هل انه باللي قابلهم ولا هل انه باللي درسوه؟ انا الحقيقه يعني في بعض الامور يعني انت تقول يعني فعلا يعني المدرسين وين يروحون اذا انا معينتهم في وزاره التربيه؟ حتى صد مطلق يعني عفوا المقطع ايضا اليوم ما يخالف، اليوم تشوف مدرسين لغه انجليزيه من الكويتيين قليلين، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني محدودين. ليش محدودين؟ لان طال عمرك البديل موجود. انا لما اكون انا معلم فيزياء مثلا ومادة الفيزياء
يمكن ما فيه ولا كويتي معلم فيزياء اللي يمكن واحد أو اثنين. مصيبة هذه، مصيبتين. فبالتالي هني يعتمد على صاحب القرار، أنا ليش ما يعني طالما أني أنا عندي مثلا مادة، خلينا نقول مادة على سبيل المثال أي مادة المواد على أساس أني لا أنقص مادة عن مادة، يقولك هذه مادة سهلة والراتب نفس الشيء، صح، لكنك أنت يفترض أنك أنت هني تعطي ميزة حق اللي يدش اللي يدرس رياضيات فيزياء بالذات البنين، يعني احنا ما عندنا، ما في، ليش انا ما اعطيه 500 دينار؟ شنو انا قاعد اتمنى ان اروح اجيب لي ناس من برا وحالتي حاله؟ اعطيه بدال 500 اعطيه 700 واعطيه لما اطمعهم، لما اخليهم يحسون انه فيه يعني في ميزه اني اروح ميزه فعلا في ميزه. اما اني والله انا بتعطيني 200 دينار ولا 100 دينار وتقول لي الناس بدت يعني لما يقول لك القطاع الخاص فيه 5% الكويتين، ليش ما يروحون 5%؟ صح. ليش ما يروحون؟ ما يروحون لان الوظيفه موجوده، البديل موجود، اسهل ومعاش احسن وعلى قولتهم ما يتفنش، فبالتالي ما في اغراءات اني انا اروح يعني معلم فيزياء او قطاع خاص او غيره. هذه كل الامور بصراحه تحتاج الى قرار جريء من مجلس الوزراء اذا كان فعلا يبون يكوتون. احنا رحنا فرنسا، لما دشينا فرنسا استغربت انا، قرار عندهم ممنوع اي معلم الا يكون فرنسي، زين يكون فرنسي الا فرنسي، اذا مو فرنسي ما يصير معلم. عندنا نقص احنا يعني، اوكي احنا ما نختلف، احنا على الاقل يعني احنا نقول نبي نكوت على الاقل ثلاث مواد على سبيل المثال، يعني أنا ماني قال لكم نكوت هذا، نبي نكوت نحط خطة على تكوين ثلاث مواد، خلينا نقول الرياضيات والكيمياء والفيزياء مثلاً. يعني شلون أكوتهم؟ لابد إن في قراءات، لابد إن في شيء يخلي الواحد لما يقبل على هذه المادة يقبل مقابلها شيء مادي صراحة. يعني ما يصير إني أنا يعني أخلي شيء يعني متوفر. في بدل تخصص للمواد العلمية مثل الرياضيات والكيمياء. في تخصص نادر، لكن التخصص نادر صراحة يعني مع احترامي اللي حط القرار، ماكو شيء 200 دينار، شنو 200 دينار؟ هم شوي 200 دينار مهينة يعني. لا بالنسبة للكويت، أنا لما أقول أني أنا أصرف على غير الكويتي صحة وسكن وتعليم وكل شيء أولاده قصدي، فبالتالي لا والله 200 دينار تطلع ولا شيء. حلو. ساش من موضوع المدرسين واتجاههم الى احنا بالكويت نعاني من نقص في عدد المعلمين الكويتيين في اغلب المواد في مدارس البنين. السبب عزوف الشباب الكويتي. يعني في البنات ما في مشكله. بنات في ما في مشكله تقريبا، يعني في البنين الابتدائي تكوت نسبته 90% والمتوسط، الثانويه بنسبه كبيره ولو بعض المواد، لكن الشباب لما كنت ما في عزوف، الشاب الكويتي يعزف عن التدريس، مو بس عشان ان الماده يعني خل ان المواد العلميه، وعندهم مثل ما قلت حضرتك في تخصص نادر يصرف لهم، وما شاء الله كوادر حلوه، المعلمين الحين كوادرهم وايد ممتازة وحلوة. صح. وشجعتهم، وترى لما صار الكادر صار في قبول كبير من الكويتيين على التدريس في كانوا في مجالات ثانية في مهن ثانية، وايد من صوب البنات وايد حولوا على التعليم والتدريس، لكن احنا في الكويت نعاني من الشاب الكويتي ما عنده ما يحب مهنة التعليم. أنا عندي الشخص اللي يحب مهنة التعليم يدرس أفضل من أنك تجيب شخص ما يحب. عزوف ما عندهم رغبة، ما يتحملون يمكن، أو إنه يعني ما في طويل. تبي يكون عنده من داخل نفسه أنا رغبة، رغبة مو نعلنها وظيفة. نعم، رغبة ذاتية، وهم شبابنا مثل ما قلت يعني يمكن عندهم رغبات ثانية، إنهم التعليم حلو لكن بدون ما يكون عندك أنت رغبة داخلية ذاتية إنك تدرس، أوكي. وإحنا نتمنى بالعكس، نتمنى ان عيال الكويت يروحون الى انهم يدرسون ويسدون النقص، بالعكس هذا توفير للدوله واموال الدوله، لكن ما عندهم. قد يكون يعني عنده مجالات كثيره الولد الشاب، انا اعرف وايد شباب واعرفهم معرفه تخرج ودخل تدريس عقب سنه طلع قال ما ابي ادرس، ما عنده رقبه، ما عندهم رقبه ذاتيه. قد يكون اسبابها وايد عدم الرقبه، اسبابها وايد كثيره عدم الرقبه، يمكن ان نوع المهنه اللي هو يتعامل معها مهنه صعبه،
مهنة تحتاج نفس طويل، مهنة تحتاج صبر، مهنة تحتاج تحمل وطاقة ما يقدر عليها إلا الإنسان اللي عنده رقبة. إحنا بالعكس نتمنى نحاول نراقبهم. يعني أنت لما أنا سألت بعض يعني مر علي مرة شاب كويتي في وقت ما كنت بالتعليم عام، أعتقد تخصصها كيمياء، فكان عنده شوية، فقلت بالعكس أنت كويتي إحنا نتمناك تعال سوى له مقابلة، ودخل ونجح وما شاء الله الحين صار رئيس قسم آخر من يعني من كم فترة. أعتقد واحد من أقاربه كلمني قال لي لا تذكرين فلان اللي تعين كيمياء صار رئيس قسم، هو على الرقبة مدام ما صار عنده رقبة يقبل عليها. خل ندرس عدم رقبة الشباب، شنو رقبة؟ ليش ما يقبلون على المهنة؟ يعني نحتاج إلى أن احنا وحتى لو كلية التربية الأساسية تحدد أني أنا أبي هالتخصصات وتدفع الشباب اللي يدشون التخصصات. والله شوف كلية التربية الأساسية كل الكليات التربية سواء كلية التربية الأساسية أو كلية التربية بجامعة الكويت كل احتياجات تأخذها من وزارة التربية. صح. يعني وزارة التربية تعطيها الخطة الخمسية وتعطيها خطتها كل سنة وتقول لها أنا محتاجة مثلا بعد سنة أو سنتين أو خمس سنين هل كثر من أعداد المعلمين. لا في تنسيق كامل ما بين وزارة التربية وما بين الكليات. لا إحنا كان عندنا تنسيق، لكن المشكلة يعني كان في فترة إحنا محتاجين مدرسات فرنسي، الحين فتح قسم اللغة الفرنسية في جامعة الكويت وعلى ما يخرج البنات يسدون النقص. المشكلة إن في يعني أنت لما أتي يصير مثل يعني مثل رياض الأطفال الحين ترى في زيادة فوائد 200% وايد عندهم، وكان في يوم من الأيام خاطبناهم قلنا لهم يا كليات وخففوا الأعداد، بس تدري ظروف ثانية تخليهم يفتحون يقبلون الأعداد قصهم فيتكودون يتمركزون. بالعكس يعني البنات ما عندنا مشكلة فيهم، ولكن المشكلة في البنين. في البنين، البنين أنا علمك الشاب الكويتي ما عنده قبول للتعليم مثل البنت، من طبيعتها وطبيعة المهنة تشجعها، أما الولد غير. خلنا أخذ هذه المداخلة الأولى وأعتذر، يعني بحاول أخذ أكبر كمية من المداخلات. الأخت سعاد عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخت سعاد. يعطيك العافية أخت محمد، يطول بعمرك وضيوفك العزاء. الله يسلمك. ودي بس أرد أول شيء على الأخت منى. تفضل. أنا كمعلمة سابقة متقاعدة. أول شيء بالنسبة حق الأخوات تقول المعلمات راغبين في التدريس، لا أخونا أنا تعرض وياك، أنا كنت مدرسة وزميلاتي كلها، بس لأن الأسر أغلبها القبلية يفضلون البنت تكون معلمة فقط لا غير، ملاحظ في التدريس ولا شيء، 99% يقول لك إن البنت لازم مدرسة، ما يرضون هذا الشيء ثاني. عزوف الشباب عن التدريس أنا أيد كلام الأستاذ طلق، يقول عطوهم مميزات. الشاب الكويتي قاعد يشتغل بالمصارف، تشوفينهم بالبنوك يا حلوة، مواظب ومجاب الدوامة على قدم وساق، ليش؟ أنه قاعد يعطونه حوافز، قاعد ياخذ امتيازات، قاعد يتعب ولكن قاعد يلاقي الدعم. يوم اللي خذ الشاب الكويتي المميزات عشان يدرس الفيزياء والكيمياء صدقيني راح يدرس وراح يحب المادة. سعاد عفواً أنا ما أعطي دقيقة أساس عندي اتصالات وايد من حقك الرد يعني. لا يعني إذا كانت الـ هي تقول إحنا قبلية وما نرضى، هذا راجع لكم أنتوا الإنسان اللي يقبل المهنة اللي ما يحبها ويدخل فيها، هذا راجع له هو رقبته واختياره. بس اليوم نشوف ما شاء الله يعني دخول كثير من وايد يعني معلمات ما شاء الله أعدادهم كبيرة، لكن تقول إحنا ما نحب التدريس و99% ما أعتقد. في ناس يمكن لهم رقبة، وإذا هي كانت ما تحب التدريس أو غيرها ما يحب التدريس وقبلي، عاد هذا الشيء راجع لهم أهما، إحنا ما نقدر نتحكم فيه. بطلال قضية دروس الخصوصية. نعم. يعني قبل على أيامنا المدرس يخاف يعطي درس خصوصي، تترجى وبالدس يلا يجيلك البيت يدرسك. اليوم عبر التواصل الاجتماعي واتساب دنيا، ليش الجرأة هذه؟ يعني هل وزارة التربية ما قاعد تأخذ إجراءات قانونية؟ اليوم دروس خصوصية حتى في القهاوي صارت. القضية أن مثلا وزارة التربية ليش ما تأخذ إجراء؟ وزارة التربية تقول كان مطرف الإعلانات، قصدي لما يعلن شخص يقول كان معلم مدرس خصوصي أدرس كذا، وزارة التربية تقول يعني أنا مختصاص أني أنا أروح يعني مثلا حاسب صاحب الإعلان، ممكن وزارة الإعلام
ممكن الداخلية، يعني جهات ثانية. لكن عموما الدروس الخصوصية للأسف مثل ما تفضلت تكون يعني في نهاية الفترة تقول كأن في مشكلة بالكويت، لأن بعض الطلاب يعني مع الأسف أولياء أمورهم ينام طال عمرك شهر 9 ويصحى شهر 1 على وقت الاختبارات، يتلاحق الحق. بس على طاري المعلمين، يعني أنت تلاحظ تقول هذا شلون معلم وينزل اسمه يعني بالإعلان. بعد ما يعني تأكدنا من بعض الاتصالات اللي يحطون إعلاناتهم وكذا، والله طلعوا بعضهم معلم صحي، وبعضهم طلع مال كهرباء، وبعضهم طلع يعني إنسان مخرج الجامعة وكذا. الناس لقوا الدنيا فوضى لا رقابة، ولقوا الناس تدخلهم بيوتهم، مع العلم أن وزارة التربية أمانة يعني مراكز رعاية المتعلمين يعني قاعدين يحطون من أفضل المعلمين اللي يختارونهم، لكن الناس يعني يبون الأسهل. واحد يدش عندك في البيت وانت قاعد، طيب انت اللي قاعد يدش عندك ببيتك هل انك تعرفه؟ هل انه يعني تثق فيه؟ في يعني ممكن لو تستضيف يعني احد المسؤولين من وزارة الداخلية، قل له ابيك بس تعطيني المشاكل اللي صارت في البيوت من المدرس الخصوصي، وشنو طلع هذا المدرس الخصوصي؟ هل انه فعلا هل انه معلم ولا مو معلم؟ راح تطلع لك يعني قصص. راح نسمع ان شاء الله نستضيفهم. معاي مداخله خالد القعود. خالد، هلا مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، هلا بالخير، احييك واحيي ضيوفك. طول بعمرك اخوي خالد، الله يحفظك ان شاء الله، يطول بعمرك. انا عندي مداخله، لان التعليم من الاساسيات في المجتمع وبناء الفرد. نعم. وبالتالي هذه الأمور أكدت عليها القيادة العليا، يعني حتى جابر الأحمد طيب الله ثراه صاحب السمو أيضا أكد عليها، لأن تعليم الفرد هو البناء، بناء المجتمع، وتقاس حضارات الأمم في تعليم أولادها. نعم. في ثقافة أولادها. نعم. وبالتالي نحتاج إلى منظومة إدارية متطورة على كافة المستويات، هذه نفتقر لها احنا. صح. بالبلد. صح، ماشي اخوي خالد، يعطيك العافيه. فعلا كلامه يعني فعلا كلام فعلا يعني في محله، واشكره صح ان ثقافه المجتمعات تقاس بثقافه الامم بالتعليم. فما كان عندك تعليمك راقي راح يكون عندك المجتمع وثقافه المجتمع راقيه، وهذا دائما نحمي عيالنا من افكار التطرف والانحراف وقت يعني اشغالهم والامور الثانيه. يعني القضيه بس دي. هو اكد الاخ على منظومه اداريه بالنسبه الى، هو في كلامه قال نحتاج الى منظومه اداريه متطوره، وانا اكد ويا صح فعلا احنا نحتاج ان احنا في عمليه التعليم، ان احنا لما نبدي نطور التعليم نبنى أسس. يعني خل أقول لك، إحنا اشتغلنا بالخطة الإمائية، خطة الإماء بالدولة سنة 2009، وظلينا لي يمكن تقريبا الخطة الأولى اللي هي أعتقد ل 2013 أو 14. وين هالخطة؟ شنو نتائجها؟ شنو كانت فيها برامج وايد حلوة، كان فيها تأسيس، كان فيها لها أهداف بعيدة مدى، وين راحت؟ زين بدينا الخطة الثانية، احنا يعني حطينا الخطة الثانية بناء على الخطة الأولى انتهت، ولا وين راح نتائج الخطة الأولى؟ الخطة الثانية بنيناها على أي أساس؟ شنو أهداف الخطة الثانية؟ لما بأطور التعليم، أنا أطور التعليم على أساس، أنا دائما أشبه التعليم إن احنا بالكويت دائما نذنب التعليم. أوكي، شخص لي التعليم منظومة فيها معلم، فيها طالب، فيها منهج، فيها أساليب تقويم، كلها الأسرة ولي الأمر مهم جدا بالعملية التعليمية. هل أنت شخصت لي هذا التعليم اللي عندك؟ هل عرفت أماكن الخلل؟ لما يقير منهج أوكي، على أي أساس قيرت منهج؟ منهجك اللي قبل فشل؟ زين، أنا دائما أقول إن العملية التعليمية مدخلات اللي هو الطالب، ويتعرض إلى عمليات تعليمية
عشان تعطيني المنتج اللي هو الطالب. لازم منتجي يكون ذا كفاءة قادر إنه يعيش في المجتمع ثقافياً وعلمياً واجتماعياً، منتج بالبلد. ما يصير عندي عدد زائد. أنا الحين أشوف شبابنا، ليش الشباب يتكدسون بتخصصات غير مطلوبة؟ لأن لما دخل مرحلة ثانوية ضايع، ما يدري وين يروح. والله يروح علمي، والله يروح أدبي، وين يروح؟ ما يدري شنو ميوله الداخلية. وإحنا عشنا، تلقى دام ربعه راحوا علمي أركض بالعلمي، يتوهق. ممكن من وزارتي يجون أولياء الأمور عقب أسبوعين ثلاثة حولوا أدبي، يتحول أدبي، ولا يروح أدبي يعني مو عارف وين يروح. بداية الطريقة مو عارفين الطالب وين يروح. أو الطالب، راح نتكلم على قضية الطالب. نعم. بس أساس عندي ضغط بالاتصالات. عبد العزيز شمري، يعطيك العافية أخوي أحمد، يطول بعمرك الله يحفظك إن شاء الله. كيف حالك يا أخوي؟ طول عمرك الله يحفظك ويسلمك. راح بضيوفك الكرام المحترمين، الله يسلمك، أستاذ منى اللوغاني والأستاذ طلق الهيم. والنعم فيهم والنعم فيهم. تفضل حبيبي. أنا سؤالي لأخوي طلق الهيم. أستاذ طلق، أنت قبل شوي تقول العيب أو أن حملت أولياء الأمور، حملتهم طال عمرك يعني المشكلة اللي صايرة. فأنا أقول لك ليش يعني أنت تحمل أولياء؟ بالعكس يا أخي، حمل المدرسة. يعني أبسألك بالله، أنا الحين طال عمرك كولي أمر طالب، شو اللي حدني أحط لولدي مدرس خصوصي؟ لأني لو لاقي المدرسة قايمة بدورها حطيت مدرس خصوصي. وبعدين أخوي طلق، يعني الكلام لك أنت للأستاذ طلق ولا للأستاذة منى، يعني في بعض مدارس ما قاعد أشوف فيها رغابة، يعني في تميز مدارس عن مدارس تختلف. يعني في مناطق عن مناطق تختلف، في ناس في مدارس عليها رغابة وفي مدارس ما تجيها رغابة ولا عليها رغابة. والمدرسين جزاهم الله خير الوافدين قاعدين يلعبون فينا كورة. ما احترمنا الجميع جد. والله العظيم أقسم بالله، لا حياة من تنادي يا أبو أحمد، يعني أقسم بالله هم اللي حدونا على يعني على التدريس الخصوصي. يعني إحنا نبي نخسر، نبي نقط فلوس، إحنا الحالة هي ماشية من غير مدرسين خصوصيين. بعد هالدور نحط مدرس خصوصي؟ إحنا لو لاقين تعليم صحيح ما حطينا مدرسين. تعليم الثمانينات وينه؟ وين تعليم الثمانينات يوم كان فعلا المدرس يشتغل يعني من ذمة وضمير؟ الحين يقول له تعلم ما تعلمت عنك ما تعلمت. وهذا اللي ماشيين فيه. أنا ما أتكلم على 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 المدرسين، أنا أتكلم على الوافدين، مع احترام للوافدين واحترام للضيوف الموجودين. ومشكور يا أخوي. مشكور عبد العزيز، يمكن حق الرد لكم. تفضل أخوي طلق. طبعا أنا أتفق وياه أن ما في شك أن الإدارات تختلف. في إدارة ممكن تخلي الطلبة تسيب، وفي إدارة لا والله شد وضبط وربط وكل شيء، وهذا أمر طبيعي ترى في 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 كل مكان. هذه المسؤول حسب هذا. لكن أنا اللي أقصده أن لما أقول له أولياء الأمور، لأن الدولة صراحة يعني ممثل وزارة التربية مراكز رعاية المتعلمين حاطة من يعني من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية قاعد توفر. إحنا مقدرين ندري أن في بعض الطلاب بحاجة إلى 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 يعني دروس خصوصية، بحاجة إلى أنه يعني يزيد قدراته. فبالتالي الوزارة الحقيقة يعني أنا مو طرف إني أدافع عن الوزارة، لكن هذا الواقع أن مراكز رعاية المتعلمين لم تستقل من قبل أولياء الأمور الاستغلال الطيب، الاستغلال الصحيح. لأن المادة تقريبا تكلف بالكورس يعني يمكن 20 دينار، رغم أن المدرس الخصوصي يمكن بالحصة يمكن يأخذ منك 10 دنانير. ومع هذا أنت مو مأمن شنو المدرس اللي دخل بيتك، هل إنه عنده قدرة أو ما عنده قدرة. وبعدين ترى المدرس خلينا نقول البعضهم لما يدش واحد عندك عنده يعني وراء بعض مدرس خصوصي عندك الساعة 2، 3، 4، 5 هو مشغول. فبالتالي يعني بخلص يعني الطالب إذا يفهم فهم ولا ما فهم بيمشي نفسه. لكن مراكز رعاية المتعلمين لا، المعلم جاي بس عنده الحصة هذه بس، ترى ما عنده غير الحصة هذه. فبالتالي بأمان وبإدارة يعني مدرسية موثوق فيها، هذا اللي نقصده. لكن بعض أولياء الأمور، نعم بعض أولياء الأمور فعلا ما عنده يعني يعني القلة طبعا ما يدري عن العيال إلا في نهاية الفصل. وهذا حقيقة احنا لمسناه يعني ما مو قاعدة تجني. وانا
استاذه منى تردين على نفس الكلام؟ انا ارد واقول يعني بس انا بقول لك يعني احنا يوم كنا طلبه كنا احنا نروح للمدرس نساله، صح. كنا نحاول بالصف نساله. اليوم لا. الطالب ما له خلق يسأل، ما يبي يحفظ بعد. هو جزء هذا دلوقتي. جزء سبب يعني أنا لما أقول السؤال لماذا نحتاج إلى دروس خصوصية، هذا سؤال كبير أنت تسأله. أنه ما أحمل فقط ولي الأمر ولا أحمل الطالب ولا أحمل المعلم، أشوف الأطراف كلها المشتركة. في يوم من الأيام إحنا ما أخذنا دروس خصوصية، ليش؟ لأن كان المعلم اللي في داخل الصف لما يدخل الصف ويعتبر أن الطلبة هذيل عياله، مو هم عيال غيره، عيالك. فمثل ما تعطي عيالك وتهتم فيهم، اهتم في داخل الصف بالطلبة. الطلبة عندهم فروق فردية، مو كل طالب ذكي، صح. في ناس ذكياء وفي ناس متوسطين الذكاء، في ناس يحتاجون انك تتابعهم. فلما تراعي الطلبة كلهم وتراجع معاهم تعطيهم الحصة، ما في طالب ما يفهم دام انه داخل الحصة، تقدر تغير طريقة التدريس وتجذب انتباه الطالب وتتابع الطلبة وتراعي الفروق الفردية بينهم كلهم، وتتأكد أن كل طالب داخل الصف أخذ المعلومة اللي أنت المفروض تعطيها إياها صح، ومن خلال واجبات وامتحانات القصيرة تتأكد أن طلبتك صح ممتازين، وما عندهم ما رح يحتاجون الطلبة. لكن لما أنا أدخل بالصف وأنا معتبر، لما أنا مثلا تيني معلمة مثلا تقول أنا والله ما أحب التدريس، أنا جيت أدرس الطلبة قصبا علي، دافع الأهل أو ضغط من الأهل، شلون راح تدرس الطلبة؟ شلون راح تدخل تعطي حصة؟ إذا الإنسان ما عنده حب لهذه المهنة ويدخل، راح ما يعطي الطلبة ولا راح يراعي طلبته. يعني تحملينها المدرس؟ أنا مو أحمل مدرس جزء، أحمل عدم اهتمام الطلبة بجزء. يمكن يقول لك الطالب الحين لاهي، بس لا والله في جزء كبير من الطلبة مهتمين ويدرسون. لكن أنا من واقع اللي أنا عايشتهم، يمكن يكون للأعمال اليومية جزء، الأعمال اليومية لما تكون درجتها كلها بإيدين المعلم، جزء بالتأثير على الطالب. يدري بطلال لما يجيك أنا كمعلم عندي جزء كبير من درجاتك وراح أعطيك إياها، وهالدرجة تساعدك أنك تنجح وتاخذ معدل وتنجح، هذا لأنا. فلما يدخل الصف، واحنا يعني يمكن عايشناه يدخل الصف يدرس الطلبة، قد ما يعطيهم المعلومة بالطريقة اللي هم يستوعبونها ويراعون فروق فردية، لا يعطيهم اياها على يعني يعطيهم اياها ويمشي، مو مهتم ان استوعبه ولا ما ادرسه ولا ما فهمه. شو يسوي؟ يردون الطلبة يقولوا له استاذ ما فهمنا. يصير مثل التجارة صايرة داخل بين المدارس، انا اعطيك ارقام اصدقاء المدرسه الثانيه وانت والمدرسه الثانيه تعطيك طلبتها رقمي انا، فيصير مثل التجاره صايره. الحين لما تغير، انا اللي عرفته ان الاعمال اليوميه الحين تغيرت، صار جزء حق مشاركه الصف، وجزء امتحان قصير، جزء مشروع. والمشروع على اساس حتى لو بحث قصير سوي الطالب ممكن تحد. يعني انت لما تدرس دروس خصوصيه ادرس اسبابها صح، مثل ما قلت لك مريض ادرسه، معلم له تأثير كبير. ترى المعلم إذا عطى الدرس صح وفهمه الطلبة، يمكن الطالب لو يحتاج درس ما راح يحتاج مثل. معي مداخلة الأخ عبد العزيز العازمي. عبد العزيز، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد العزيز، مساكم الله بخير. طول بعمرك، الله يحفظك إن شاء الله، يسلمك، طول بعمرك. تفضل يا عبد العزيز. بغيت أول شيء أسلم على الأستاذ أبو طلال طبق رهيم والأخت منى الغاني، ومسي عليهم بخير. أنا حبيت أتكلم عن المدرسين، بخصوص المدرسين مستواهم سيء جدا، مدرسين بالذات الوافدين، وسواء كان بالرياضيات أو بالمواد الثانية، سواء الرياضيات أو العلوم أو بالمدرسة أو بالثانوي، الفيزياء والكيمياء والحياة، ما يوصلون معلومة بطريقة مناسبة نفس الدول الثانية المتطورة اللي فيها تعليم مستواهم زين ومتطور. فأتمنى أن هالشيء يراعون فينا طلبتنا الجايين. إحنا تعدينا مرحلة الموجودة الحين، بس إن شاء الله يتفادون هذا ويجيبون ناس كوادر أفضل من الموجودين من دول غير الدول الموجودة الحين، وهي واضحة يعني يغيرون الدول الموجودة. أنا بعض الدول الجنسيات يعني مو زينة صراحة، وبس هذه مداخلتي إن يغيرون. شكرا يا أبو سعد. يحملون المدرسين، ما يبين نغير مكان يعني غير هالدول هذه، ما في سوق عمل غير هالدول هذه، صح.
وبعدين بس على اساس احب اطمنه اللجان اللي تطلع برا طبعا مجموعه موجهين الحقيقه يعني يقعدون مع المعلم يختبرونه ما يطلعونه الا من الشفريجه صراحه. وهذا الموجود يعني للاسف احنا قلنا يعني في بدايه الحلقه لو كان هناك خطه مدروسه من قبل خلينا نقول مو من قبل مجلس مو من قبل وزاره نبي من مجلس الوزراء بحيث ان نبي نكوت ما لا يقل عن 40% يعني بجيمه ولا بقيمه بفلوس بمغريات باي شيء صراحه ممكن يعني ترى انا يعني اللي يقول لك والله مستحيل هذا انا مستعد اخلي الكويتيين يحط يدشون المواد اللي عمره ما دشها كويتي لما اعطيه شيء على سبيل المثال انا لما اخليه اقدمه بالحصول على الرعايه السكنيه 3 سنوات قبل ربعه مثلا يعني انا يعني على مثال اشجع طبعا بالمواد اللي فعلا انا ما عندي ما في مجال ولا اني قادر احصلها من برا. تدري يوم من الايام احنا رحنا طلعنا برا ما لقينا ماده اسمها ماده التخاطب اللي هو حق ذوي الاحتياجات الخاصه ما لقينا حتى تقدم. رحنا الاردن ما لقينا حتى تقدم. رحنا لمصر ما لقينا حتى تقدم. عندنا شلون يقعدون عيالنا بدون تدريس؟ يفترض انه لابد انه عندي خطط ثانيه صراحه. فأنا متأكد واثق أن لو كان هناك مغريات ما في شك أنه وهذا ترى أمر مباح وأمر مستحب أن أنت عطني ميزة وخذ مني يعني خوش حاج أستاذ أبونا الكل يتكلم عن صعوبة الامتحانات نعم ويتكلمون على المناهج يعني حتى المدرسين لما قعد وياهم مدراء المدارس مشكلتهم الدائمة هي توجيهات اللي تيلهم من وزارة التربية وايضا قضيه المناهج وصعوبه المناهج وعدم حتى المدرسين مو فاهمين شنو المناهج اللي قاعد تجيهم يعني شيء غريب عجيب يعني حتى صعوبه الامتحانات. انا بس في جزئيه احب الشباب الكويتي يشوف ماده يعني على اساس المواد ترى البدنيه تربيه بدنيه الشباب الكويتي 100% فيها صح والتربيه الاسلاميه 100% تقريبا يعني والتربيه الفنيه في جزء كبير و في مواد فيها شباب في مواد ما يعني كيمياء الفيزياء إيه يعني المواد صح بالنسبة للمناهج شوف وايد لعبوا في المناهج يعني شوف هو إيه كل سنة في كتاب في منهج وهناك ملاحظات وهناك انتقادات واللجان يعني ما أدري يعني والله شوف أنا قاعدة أقول لك يعني لما أنت تحط لك خطة وتمشي عليها وتقيمها يعني إحنا بدأوا تطوير المناهج 2007 وانتهت 2000 من الصف الأول مشوا ليه الصف الثاني عشر السنة يعني أعتقد من العام الماضي الحين حطوا منهج جديد هذا الشيء اللي أنا متابعته ومتابع الميدان وقراءاتي ودراساتي اللي حاصل الحين إن التحضير اللي كان عند المعلمين المعلمات مشوا على جزئية كبيرة يمكن هذه الشكوى الحالية بين المعلمين والمعلمات والمدارس عموما اللي هو منهج الكفايات منهج الكفايات نوعية جديدة ما تعلموا عليها المعلمين ولا يعرفونها هو أخذ بالتربية العملية سنين طويلة المنهج يحضر منهج الأهداف من هدف معرفي وهدف حسي حركة منهج هدف وجداني وحضر الدرس الحين يا شيء يعني شيء جديد هو ما نقول إن هذا المنهج سيء أو أفضل من هذا إلا بعد ما ندرسه المنهج هذا طريقة المنهج هذه تعتمد 100% على المعلم بالمعلم راح يحضر تحضير مختلف تماما عن طريقته القديمة ولا طريقة التدريس مختلفة تماما يحتاج انه يعتمد على إثارة المشكلة الأبحاث فيها حل المشكلة يبي تطلع لك طالب عنده طلاقة وعنده قيادة ويقدر يحل مشكلة لكن أوكي حلو شيء جديد وحلو تطوير بس انت جهز الميدان هيئ الميدان دائما أنا أقول في لقاءاتي خلونا نبتعد عن الأخطاء اللي وقعنا فيها من قبل لا نعيد نكررها لأن النتيجة نفسها راح تتكرر إحنا وقعنا إحنا لما صار تطوير مناهج اللي قبل جيت كذي على عجالة وصار في دورات وكذا وكذا وأنا قلتها في أحد لقاءات
ان انا جتني مره يوني هجوم، كنت مدير عام منطقه العاصمه ويوني اولياء امور، فقلت ايش فيكم؟ قالوا ان المعلمه تقول احنا ما نعرف ما تعرف تدرس المنهج، مثل ما هو حاصل الحين. المعلمه تقول لك انا ما اعرف ادرس منهج جديد ما اعرفه. فلما جينا وقعدنا مع التواجيه وقعد المعلمه مو ماخذه التدريب الكافي، وعانوا المعلمات اولياء الامور في ذيك الفتره، يمكن اللي كانوا عيالهم في سنه 2007 و8 و9 يذكرون هذه المناهج. خلونا لما نسوي شيء يفيد الطالب ويعطينا منتج زين ويفيد التعليم وطور التعليم، لازم احط له سياسات، لازم احط له يعني خطه اقدر اطبقها. اولا ادرب الميدان، افهم الناس اللي بتمسك شني قاعده تدرس، اتعاون مع كليه التربيه على الاقل انه يفهم يعطي الطلبه اللي يدرسون منهج الكفايات. انت قاعد تغير منهج، انت قاعد تجيب شيء جديد على المعلم اللي اشتغل 10 سنين 15 سنه، وهذا التذمر اللي حاصل. انا اشتغلت 10 سنين بطريقه معينه، تجيب لي منهج جديد ما اعرفه ولا اطلعت عليه ولا دربته وتبيني ادرسه الحين؟ لا، وادرس الصف الاول ابتدائي والثاني والسادس، بدايه مرحله متوسطه صعب جدا، ومعلمين يعني هذا وايد احتاج اني ادرب، احتاج اني اوفر. ترى انا قالوا لي يعني في بعض المعلمات يقول تكلفه لازم تصير خطواتي، مو هي خطوات المعتاده، كانك قاعد تقدم ورشه عمل، مو انت يعني. هذا مفيد للطالب انه يشاركك ويبحث ويسوي ابحاث، وانك انت تعطي المعلومه بطريقه جذابه ويتعاون معك تعليم تعاوني، لكن مو المعلم ما يعرف، يحتاج تدريب ودورات. يحتاج تهيئه، يحتاج توفير تكلفه، يحتاج اولياء الامور قاعدين الحين يسالون ما ندري ايش السالفه، توعيه، يحتاج انك تجربه وتقيمه وبعدين تعممه. يمكن انت في مرحله يعني التدريب ما نتجه الى رؤيه جديده او مناهج، ندرب المعلم على الطريقه. المهم تكون عندي رؤيه قدام عيني امشي عليها علشان اقدر انفذها. طلق على الوقت قاعد يمر معي، وانتم مبدعين يعني، في بقسم بينكم بطلال، شنو النصيحه اللي توجهها لليوم للمسؤولين؟ نعم. وللوزير الحالي، يعني اليوم نسمع عن كلام دراسه المناهج، يعني اعاده تقييم المناهج، اليوم السنه اختلفت في طريقه الامتحانات. نعم. نص السنه والله يعين حتى اولياء الامور مو عارفين شنو جاهزيه الطلبه. نعم. انا والله شوف انا من يعني من شخص محب لبلده ووطنه، وايضا اتمنى الحقيقه لمعالي الوزير الدكتور محمد الفارس ان الله يوفقه الصراحه في اداره الوزاره، واتمنى في اتخاذ القرارات اتمنى اشراك الميدان، لا يكون الميدان اخر من يعلم، لان من سينفذ هذه الرؤيه هم الميدان. ايضا الميدان لا يقتصر على المدارس وبس، الميدان ايضا يتعدى، ويجب ان نصل الى ايضا اولياء الامور، يجب ان يعني يكونون على درايه في المتغيرات اللي قاعد تصير. فمثل ما قالت الاخت منى، ان مو معقوله اني انا معلمه او معلم ما تدربت على هذا المنهج، منهج الكفايات. والله انا سالت مدير مدرسه قال والله العظيم ان لا احنا عارفين ولا الموجهين اللي قاعدين يعني يوصلون لنا المعلومه ايضا فاهمين، فبالتالي رئيس القسم هو مطلوب منه هو يفهم المعلمين، اذا كان رئيس القسم هو مو فاهم ايش تتوقع منه؟ فبالتالي اتمنى ان اي شيء يتخذ سواء كان في تغيير وثيقه او او يعني ادخال منهج او اي شيء داخل للميدان، اتمنى اشراك الميدان ويكونون اول باول حتى تكون الرؤيه فعلا واضحه، واللي ينفذها عارف شنو قاعد ينفذ. في دقيقه استاذ منى، قضيه الامتحانات والاسلوب الجديد في الامتحانات. هو مو اسلوب جديد، هم القوا الفتره الاولى والثالثه صح، فصار مثل الاول، فنظام فصلين. مو خايفين انهم يجيب الامتحان نهاية؟ لان كانت الشكوى، هو يعني الشكوى ان كثره امتحانات الفتره الاولى، احسن هو لهم كثره الامتحانات. فالحين هو شوف ان اول شيء هو شيء مو جديد، يعني مثل رجعوا لنظام الفصلين. الامتحانات القصيره اذا عيالهم كانوا ممتازين فيها
ودرجاتهم زينة إن شاء الله تبشر بالخير، مع أني عرفت أنا أن قاعدين المدارس يعطون امتحانات تجريبية عشان يعودون مع الامتحانات. نتمنى لهم، أنا بس يعني ودي يعني أني أول شيء أبارك للوزير وأقول له مبروك الوزارة والله يعينك إن شاء الله عليها، لكن أتمنى أن يشخص التعليم التشخيص الصحيح، يعرف مواقع الخلل كلها حتى نحط لنا خطة ونعالج الخلل ونطور التعليم. هذا دوركم يعني كمسؤولين، أتمنى يعني أنا دائما أقول المدراء السابقين المسؤولين اللي كانوا موجودين بالتربية الخبرات اللي كانت موجودة لو سووا لهم هيئة يجتمعون ويأخذون من خبراتهم ويستفيدون المسؤولين. والله أستاذ محمد أنا دائما أقول إحنا مرينا بفترة وشفنا فيها، يعني أنا أتمنى من نتكلم يعني أني أنا عن نفسي أنا لما أتكلم بقلب إنسانة يعني أتمنى الخير للكويت وللتعليم، والله يحفظنا ويحفظ بلدنا وأميرنا، أتكلم علشان ما تكرر الأخطاء اللي صارت. والله أنا أدعو الوزير تشكيل هيئة من المسؤولين والخبرات السابقة واستفادوا من خبراتهم، يعني واحد لما يقعد 30 سنة وأكثر من 30 سنة يخدم بالتعليم خاصة التعليم يعني أيوة مو شيء بسيط، ترى استشاري كبير، إنه لو يستفيد من خبراتهم يساعدون في عملية تطوير التعليم. والله محمد حقيقة يعني إحنا بوجود يعني الوكيل المساعدين الأخوان الموجودين أعتقد إنهم يعني باذلين كل جهدهم صراحة، لكن أتمنى إن يعني يكونون فعلا على قلب واحد، أتمنى إن شاء الله يكونون خلف قيادتهم بحيث إن فعلا نبي نشوف نقلة نوعية للتعليم. وطلال شكرا لك على حضورك اليوم، وانا يطول طول العمر ونشوفك في حلقات ثانيه ان شاء الله في الدوره الجديده بشهر واحد، تكون اهتمام في التعليم والتربيه لان احنا مركزين على هالمجال مع القضايا كثيره ان شاء الله. ابد احنا حاضرين ان شاء الله. استاذتي منى اللغاني شكرا لك على حضورك وعلى افادتك، وان شاء الله نشوفك في حلقات ثانيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين راح نفتح موضوع التربيه والتعليم والمناهج ان شاء الله في الحلقات الجايه، راح نهتم في هذا المجال، خلونا نهتم في التربيه ونهتم في التعليم، تتغير امور كثيره من حال البلد. ادعو الله ان يحفظ الكويت اولا ولا يصحيحها.